السلام لزعمي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كي تشوفوا هذا الفيديو كي دايرين مع الكونفينمون، كي دايرين مع رمضان؟ مهم اليوم جيت لكم بواحد الفيديو جديد اللي هو واحد تشالنج. شنو هو التشالنج؟ هو اننا خصنا نجيب الفطور كامل بوحدو. صداع قلت لكم خصني نوجد الفطور كامل بوحدي بلا حتى شي واحد ما يعاونني. كنتمنى نقدر على هاد الشيء. المهم خليكم معايا حتى لاخر ديال الفيديو، ويلا معايا الكوزينه. المهم انا غادي نبدا دابا، غادي نلبس هادي. دابا اول حاجه غادي نصايب ليا واحد المسمن معمر بالبينار والجبن. نمشي دابا نغسلهم نقطعهم ونرجع لكم. دابا غادي نقطع واحد البصله متوسطه في الحجم باش نديروها مع لي زيتون. ملي كنساليو البصلة كنقطعوها كنديروها في المقلة تشحر. ملي كتشحر مزيان كنزيدو عليها لي زيبيناغ والزيتون الخضر. ديرو البصلة هنا واحد السلافة. علاش قطعتي لي زيبيناغ؟ خاصك تعاونيني. والله هي مكنتلاش قطعهم. ماما لي زيبيناغ كنجيبو الجبن تاوعي وكنقطعوه مربعات. تقدروا ديروا اي جبن كيعجبكم، جبلي ولا اي حاجه. مرحلة هكا مربعات. ودابا غادي نمشيو نوجدو العجينه ديال السلطه. العجينه اصعب حاجه والله، ولكن غنحاول نوجدها دغيا. اوكي صراحه بديت كندب علاش ندير الفطور حيت صعيب والله، وسخفت دغيا. ناخذ هذه. المهم هاد التحركات ديال البصله شويه ماشي مشكل، لا عادي كتوقع. ها هما لي زيبيناغ، غنزيدو مع البصله واحد 5 دقائق وصافي. وغادي نخلطوهم مع الجبن. صافي نخليو لي زيبيناغ حتى هما بحال البصله واحد 5 دقائق على باش غادي نخلطوهم مع الجبن. ودابا غادي نمشي نصايب العجينه. هيا دابا غنبداو نخلطو في العجينه بحال هكا. مريم هي درت لنا بزاف. دابا ملي كتكونو مركزين مع الفيديو كتجي صعيبه باش دير داكشي اوبارالي، فهمتو؟ دابا انا غنمشي كنعرف شويه ترا شي خطأ راه في الفلوق بيان حيت شي كاميرا ستريس. مي الا كنت بوحدي بيان سور شي غيصدق هو بصلا معتحركش، فهادشي بان ليا تا هو وقت كيتحرك. شوف العجينة باينة غادي تجي زوينة. نجرو عليكم لي زيبيناغ هما تحرو مزيان. شتوهم صافي كيخلوو بحال هكا. دابا نمشيو نكملو العجينة. نزيدو شوية هاد العجينة كدا مبغاش تهجا. نزيدو شوية شوفوا كنعجنو كنخلطو وصافي. بغيتي كنعرف نعجن ولكن مكنعرفتش علاش مصدقاتش ليا. شنو غندير ليها باش نزيدو من هاد الشي وقدر العراق؟ نبقاو نزيدو حتى تقعد حتى تولي عجينة مقادة. المهم هاهي العجينة تخلطات مزيان، شتوها كيولات صافي. دابا هي ولات مقادة، غادي نقطعوها غادي نديرو مسمن باش نعمرو بيه لي زبيناغ. سخفت وندمت. المهم غادي ناخدو هادشي غنقطعوه باش نعمرو بداكشي. المهم هاهي العجينة وجدات. غنجيبو دابا زلافة غنديرو فيها الزيت. ودابا غادي نمشيو نصايبو الاكله الثانيه اللي هي غراتان ديال البطاطا وفيون باشي.
كناخذ شي جوج بطاطات كبار بحال هادو وكنقطعوهم وكنديروهم يتسلقوا، ومن يتسلقوا غنوريكم شنو غندير ليهم. دابا غادي نقشرو البطاطا كما كتشوفوها هي بحال هكا، وباش تجي تصغروها زيدو صغروهم. انا ماشي انا نوريكم كيفاش تسلقوا البطاطا ويلي البطاطا كما قطعتوها ماشي مشكل، حيت اصلا في الاخر غادي في الخير غادي نطحنوها. بون دابا رجعنا للمسمن عاوية، خليتو تطلق شوية. هما الزيت بيناغ غنزيد عليهم الجبن، هنايا قطعتو قبيلة صافي، وغادي نخلطو مع الزيت بيناغ وغنبدا نعمر بيه المسمن. شوف الطريقة ديالي. كما شفتوا دابا هو مسمن وجد، ولكن دابا واخا يبان لكم ما عامرش غنعمرو بحال هكا. شوف كيفاش غندير ليه، كتجي بحال هكا صافي. وكنحطوهم وكنديروهم في الفران بحال هكا. دابا غادي ندهنو بشويه ديال البيض، صفر ديال البيض، وغادي ندخلو الفران. ايما هي البطاطا تسلقات، غادي نديرها في شي حاجه ونوريكم شنو غندير معاها. نوريكم كفته هي كيفاش غنصايبها صافي. شنو بغيت نقول لكم؟ بغيت نقول لكم بانني سخفت وجاني العطش، خلاص بقات لي 5 دقائق وغنسخفو باقي دابا شي ساعتين على الاذان. باقي انا يلاه صايبت هذاك المسمن، وهي البطاطا كتسلق باش نصايب الكراطه. من مورا الكراطه غادي نصايب البغرير، والبغرير الصراحه عمرني صايبته في حياتي، وحنا عارفين بان البغرير واحد الحاجه اللي صعيبه ما كتسلقش. وما تنساوش تعجبكم الفيديو وتخليو لايك وبارطاجيو مع صحابكم وتابوناو في لاشين ضروري، وخليو ليا في لي كومونتير شنو تبغيو تشوفو في الفيديوهات الجايه صافي. ونخلي لكم انستغرام ديالي هنا، تصاوب تدخلو تابوناو فيه. الله يرضي عليكم، دخلوا عندي انستغرام وهضروا معايا قول لي حنا جينا من لاشين ديالك. شكرا حيت سمعتوا ليا دابا، غنرجعو نكمل. خديت واحد الاستراحه معاكم. غادي ندير في الكراتان، جيبو عاوتاني مقله غنديرو فيها شويه ديال الزيت، وغادي نديرو فيها الكفته وشويه ديال البصله. البصله عاد باش الكفته. شوفوا الطريقه. بون خليو هادشي يتشحر مزيان مزيان، ومن بعد نزيدو عليه الكفته. ايه جبت فول المسمن ديالي كيولا نفخ، باش تعرفوني حاد. دابا غنمشيو للمرحلة الثالثة ديال الكراطة. شوفوا انا كي وليت ما ديرهاش على حاجه هكا. ما ندير اول مسمن خرجته من الفران جا بحال هكا باينه جا زوينه. هذا نقدر نقول لكم الحاجه الوحيده اللي واقيله جات زوينه، الله ما يكونش محروق من التحت. المهم انا كان كيسحب ليا كنصور، ولكن كاع ما كنت كنصور لكم. درت الكفته الوسط ودرت وسط عليها البطاطا،
ما تصورش داك الشيء. دابا غادي نزيد عليها موتزاريلا والبيض من الفوق. المهم هنا حكيت الموتزاريلا وزدت عليها بيضه وشويه د الملحه، غنخلطها مزيان وغنكبها فوق من الكريطه. الكوزينه انا بغيت صافي هزيت الرايه البيضاء خسرت امشي نجلس اخت البيت انا خسرت انا استسلم انا ما حادقاش انا حادقه صايب شحال من حاجه غنوريكم المسمن ديالي كيفاش جا كنت باغا نوري لكم حتى الفطور ولكن غير نوري لكم انا حيت غنمشي نجلس الفيديو غيسالي او لا لا البيض حلو لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الوسط شوفوا كيفاش كيجي من الوسط ياك والله هادشي كيجي زوين والله هادشي كيشهي ما كيعجبكش دابا هادشي المهم جربوهم ردوا عليا هادي وصفتي الخاصه المهم اول غراتا حتى يطيب حيت دابا باقي واحد نص ساعه حتى نديرو في الفران ونخرجو ونوريكم كيجي باي باي شحال على 10 دابا خلي شعري قولي لي النقطه ديالي شحال قول له وانا كلشي تنكريبو 5 على 10 علاش 7 على 10 المهم صايبت هذاك الشيء الرئيسي سالينا وبغيت نقول لكم بان داك الشيء راه كيعي وما ساهلش والله حتى صعيب ديال بصح انا عرفتي جاتني الدوخه وما قدرتش نكمل ومشيت جلست المهم انا خسرت فهاد التشالنج ماشي مشكل عادي كتوقع مره اخرى ان شاء الله ما تنساوش تعجبكم الفيديو وتخليو ليا لايك وتبارطاجيو مع صحابكم وباي باي.